السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات المهمة جدا ان احنا نظبط الماتيريال على اساس ان احنا لما نعمل رندر او واحنا شغالين يبقى الاخراج كويس جدا، يعني اهم من الشغل تظبيط الشغل. فمهم جدا ان احنا نظبط الماتيريال. فممكن من مانج ادخل على ماتيريال، خلينا نعمل ماتيريال جديدة خالص. اقول له من هنا من نيو كريت نيو ماتيريال، او وده اللي بيحصل في كل شغل، انت بتعمل سيرش على الماتيريال اللي انت عايزها هتلاقي كل حاجة اللي انت عايزها. هتقول له رينيم، هتقول له مثلا انا عايز اعمل حاجة بلاستيك، وتدي له رقم اي رقم اكس مثلا بلاستيك اكس. اوكي طيب، اذا انت هتبدأ تدخل الاسم اللي انت عايز تعدل فيه، الديسكريبشن، الكلاس انت عايز تخلي نوعه ايه. تمام، بتسهل عليك ان انت تختار الحاجة اللي انت عايزها، لو انت عايز كومنت او كيوردز، المصنع، الموديل، الكوست، صفحة الانترنت، الكينوت والمارك ده على اساس لو تعمل انيميشن هتعمل انوتيشن يعني تاج. هنا هتبدأ تظبط الشيء، لو انت شغال في الشيدنج هتبدأ تشوف اللون اللي انت عايزه. تمام، او ممكن تقول له خد نفس اللون بتاع الرندر، لون الرندر اهو، تبدأ تشوف الالوان اللي هنا اللي انعكاس دي الالوان اهي، تقدر تختار زي ما انت عايز. ممكن تقول مثلا عايز 120 255 ل 2 مثلا، يطلع حاجة بالشكل دوت. هتقول له يوز ريندر، هياخد نفس الشكل، وهنا تشوف درجة الشفافية اللي انت عايزها. وهنا هتقول له بقى اللي انعكست هتبقى قد ايه، تقدر تختار انت محتاج مواصفات اللون بتاعتك قد ايه، الشفافية لو انت عايز نوع من انواع الشفافية حسب انت مثلا هتستخدم ازاز مثلا او كده، فعايز شفافي مش فيد، عايز هو نفسه يشع نور، مقدار النور هشع قد ايه، واني هو بالشكل دوت. تمام طيب، في السيرفيس بقى، السيرفيس يبقى مش قاطع انت في الشكل، هنا ده قط يبقى انت قاطع في الشكل، يبقى الخط القطع بتاعك متقاطع مع الشكل. طيب هنا سيرفيس مثلا عندي فلور مثلا، فانا مش قاطع فيها، انا فوقيها او حتة صغيرة، فبتبدأ تختار الباترن اللي انت عايزه سواء درافتنج او موديل او بالشكل دوت، وتبدأ تختار اللون بتاعك. تمام طيب، الباترن بتاعك، الكولر، وبتبدأ تختار الشكل بتاعك ده. هنا الكولر الخط نفسه ده هياخد انهي لون. تمام، سواء بقى كنت بترسم حيطه او بترسم فلور او بترسم اي حاجه هتلاقي خاصيه الماتيريال دي موجوده. يعني خلينا نرسم وول كده ايت، ستة متر، تقدر تعمل سيلكت عليها وتدخل وتقول له انا عايز الاستراكشر بتاعي، انا عايز الفينش بتاعي. بس تمام، طبعا احنا مدينه الوان زيادة عن اللزوم مجرد بس ايه ان احنا نشوفه بعمل ازاي. تمام وخلينا نرسم فلور، واقول له الفلور ديت خلي الطبقة اللي فوق تاخد الماتيريال دوت. فينش. طيب خلينا دلوقتي نشوف لو احنا بناخد سيكشن، بص لما تقرب اهو خد الماتيريال دي. طب خد سيكشن ونشوفها برضو في 3D. هي نفس الحيطة. تمام، واخدة نفس الماتيريال زي ما احنا حددناها.
نشوفها في 3D. خلينا نحدد الحتة نفسها والفلور وأقول له وريني في 3D. دي الحتة اهيت تمام. لاحظ ان هو مديني شفافية زي ما انا حددت في الخاص. فسهل جدا ان انت تعمل اي ماتيريال انت عايزها وتعملها اساين على اي شكل انت عايزه، بحيث ان انت لما تيجي تعمل رندر او اثناء الشغل بتاعك لما بتعمل فلور بتعمل سيكشن بتطلع حاجة شكلها حلو واحسن كمان من الاوتوكاد واحسن من البرمجة التانية.